هذا النمر هرب من حديقة الحيوانات والشرطة كانت عم بتلاحقه، والنمر كان موجود في الطابق الأخير وعم يحاول يهرب من الشرطة، وفجأة هو وعم يهرب تمسك بأحدى الحدايد والحديدة تحركت، وهون النمر بآخر لحظة كان رح يوقع وما رح تتخيلوا إيش اللي صار. قبل التكملة لا تنسى تشترك وتضغط على زر اللايك بزفرك من أول محاولة، لأني 90% من الناس ما بيقدروا يعملوها. وإذا بدك تحول شخص صيتك على شخصية كرتونية نزل التطبيق الموجود بأول تعليق مثبت. هون بآخر لحظة اجوا هدول الشخصين وساعدوا النمر بالفعل.